نروح لموضوع تاني، والحملة اللي الدولة أو كل أجهزة الدولة شغالة عليها حاليا دلوقتي فيما يتعلق بمرضى أو مصر بلا فيروس سي. دكتور عادل عدوي وزير الصحة قال إنه هيتم طرح زوفالديل المصري ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ومراكز الكبد بما يعادل 600 جنيه للعبوة. طبعا الكلام ده جاي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مليون عبوة لعلاج مرضى فيروس سي. وقال وزير الصحة برضه في تصريحاته النهاردة إن الدواء ده حقق نتائج في شفاء المرضى بنسبة 90%، وإنه تم صرف عقار السوفالديل 13% من مرضى فيروس سي على نفقتهم الخاصة و87% على نفقة الدولة. أنا معايا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور حسام. أهلا وسهلا وحدك بألف صحة وخير، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور حسام، يعني عايزين نعرف بقى إمتى هتكون العبوات دي أو أعلنت الشركات الخاصة أنها هتقدمها للمواطن المصري، إمتى هتكون متاحة أو هيتم التعامل بيها؟ يعني هو إحنا في عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية خاصة بالمبادرة تحديدا، والشركات تم الاتفاق معاهم على توفير 25% من إنتاج هذه الشركات مجانا لمصلحة المبادرة دي. ده جزئي، يعني كل شركة 25% من إنتاجها هيروح هيروح للمبادرة ده بشكل مجاني. الحاجة الثانية إنه في مناقصة هنطرحها قريبا سواء للجنة العليا للفيروسات أو للتأمين الصحي لتوريد العقار المصري أو المثيل المصري للسوفالدي في التأمين الصحي وفي منافذ اللجنة العليا للفيروسات الكبدية عشان نبدأ نعالج بيه المرضى. الشركات الحقيقة برضو وافقوا ان السعر، هم الاول السعر اللي كنا احنا متفقين عليه كان 1440 جنيه، هم وافقوا ان هم ينزلوا اكتر من 50% من السعر برضو استجابة للمبادرة، بحيث انه يتمكن سواء هيئة التأمين الصحي او اللجنة العليا للفيروسات من شراء اكبر عدد من العبوات لتوزيعها على منتفعين. يعني هيبقى بكام السعر؟ معلش تاني كده، تبقى اكتر من 50%. هو الحقيقه المستحق للتامين او الخاضع لمظله التامين بياخده ببلاش، تمام. انما ده هيبقى سعر التوريد لوزاره الصحه، بحيث ان احنا نقدر نجيب اكبر كميات عشان نقدر نعالج اكتر عدد من المصابين بهذا المرض. بس اللي موجود في المراكز او في المستشفيات التابعه للتامين ده حاجه غير اللي هيبقى معروض في الصيدليات، ده هيتاخد بسعره الطبيعي يعني او بسعره كام؟ الحقيقه اللي معروض في الصيدليات كمان هينزل، يعني هو بدا ب 2760 دلوقتي ب 2400، ان شاء الله خلال الفتره القادمه ممكن ينزل. ده اللي هينزل المستورد ولا المثيل المصري؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي عن المثيل المصري. هينزل هيبقى بكام؟ هينزل يعني في حدود ال 1600-1800 جنيه من بدل ما كان 2760 جنيه. تمام. ده اللي موجود في الصيدليات. تمام. حاجة بس عايز أقولها يمكن بعيدا عن موضوع السوفالدي، إنه حضرتك كان في أحد المواطنين المصابين بمشكلة في عينيه كان مع حضرتك امبارح، فالدكتور عادل عدوي تواصل مع الأستاذ حاتم أبو النور في الإعداد، وإحنا بنقول له يعني يشرفنا في أي وقت يناسبه كويس كويس قوي عشان نتولى إن شاء الله. يعني أشكر لنا سيادة الوزير على اللفتة الكريمة منه، بس أنا أفكر سادة المشاهدين إنه يعني الراجل الطيب اللي كان موجود معانا إمبارح من هو عمره 30 سنة هو كان مبصر، لكن نتيجة لحاسة غريبة وكواليسها غريبة ويعني راح نور عيني، فهو كان أمنية حياته، هو طبعا يمكن عنده أكتر من 60 سنة، إنه يعني يزرع قرنية. فأنا بشكر طبعا دكتور عادل عدوي وزير الصحة على الاستجابة، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لحضرتك، وبشكرك دكتور حسام على وجودك معانا، شكرا دكتور حسام.